تعرضت لاعتناء وتظلم كبير من الطرف العضو المشرف العضو الجماعي المسمى محمد شاون يوم جمعة 2/12/2016 على الساعة 11:30. جاء مع رجل وامرأة مواطنين وطلبوا مني أن أكتب لهم طلب خطي. واحد يطلب فيه واقية شمسية والثاني يطلب فيه استغلال ملك عمومي. جبت له بأن الطلب هو كل استغلال ملك عمومي. جاء موظف يعمل معي بالقسم الجبائي وطلب منه أن يكتب له. ذهبوا معه إلى البيرو ديالو. لذا بي كنتفاجئ به في الكولوار تيسب فيا وتيهن فيا وتيقول لي نوقفك على حدك وغندير بك اليوم تقرير ونوقفك على حدك وغتعرفيني اشنو جات. انا نطلع عنده جاوبته قلت له بغيت نعرف علاش كدير بها التقرير. انا اليوم خير مني بغيت نكتب ليك. انا اليوم بغيت نعرف راسي واش انا كاتب عمومي ولا موظفات القسم موظفات البلديه. وشكرا. كل واحد